بيقول هل لي أن أصلي الفجر داخل المنزل إذا كان الوضع الأمني غير جيد؟ متى تجوز الصلاة في البيت؟ نبدأ بالبسملة فنقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. السائل الكريم من العراق الشقيق يسأل أنه يريد أن يصلي الفجر في بيته نظرا للظروف الأمنية، مش قادر ينزل يصلي في المسجد. الواقع هناك كما نسمعه من كثير من الناس صعب مؤلم ومؤلم، وتحصل عمليات اغتيالات وكذا إلى آخره. على كل حال، ما حكم صلاة الجماعة أولا، ثم ما حكم ترك صلاة الجماعة في مثل هذه الحالة؟ عظيم. الشرع الشريف ندب، يعني طلب من المسلمين على وجه الاستحباب المحافظة على صلاة الجماعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الشريف الصحيح: صلاة الرجل في جماعة ب27 درجة. نعم. أو صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. مش 27 حسنة، لا 27 درجة. فلما عبر بأنها أفضل وإنها خير، صلاة المرء في جماعة خير من صلاة المرء في جماعة خير من صلاة المرء وحده، التعبير بالخيرية ده يشعر أن الصلاة والإنسان لوحده فيها خير برضو، إنما ده أخير. يبقى الموازنة بين أمرين كلاهما خير، ولكن واحد منهم أكثر خيرية. فطالما كلاهما خير يبقى الأقل خيرية ده ما فيهوش إثم. فيبقى الصلاة في جماعة مستحبة، وترك المستحب لا ينال الإنسان به إثم، وهذه ليست دعوة لترك الصلاة في جماعة. لا يفرط في صلاة الجماعة إلا مسكين زاهد في الأجر، ده أجر عظيم جدا. لكن هل الجماعة اللي حتى الشرع طلب مننا أن احنا نأديها دي وخلاها أخير وأحسن وأفضل وأولى، هي لازم تكون جماعة المسجد؟ أبدا، ده مطلق الجماعة. واحد صلى مع زوجته في جماعة، واحد صلى مع أولاده، واحد صلى مع زملائه في العمل، كل دي جماعات ويتحقق بها المطلوب في الحديث. نعم، الصلاة في المسجد أسوب، الصلاة في المسجد أفضل، لأن فيها إعمار لبيت من بيوت الله، خاصة إذا كانت في الصبح. بشر المشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة. يا سلام. اللي بيسعوا عشان يصلوا العشاء أو يصلوا الفجر في الظلام الحالك، بشرهم بالنور التام يوم القيامة. لكن هي الأحسن صحيح، لكن ممكن تصلي الجماعة أيها السائل الكريم مع أهل بيتك، ويبقى تحقق لك إن شاء الله الثواب. وما دام اللي حاجزك عن النزول إلى المسجد هو الخوف على النفس طبعا، أو الخوف على العرض أو المال، ده في حد ذاته عذر قوي جدا لك أمام الله. لو كانت الصلاة واجبة، لو كانت صلاة الجماعة واجبة، فما بالك وأنها مستحبة وليست واجبة. فيمكنك أن تصلي في منزلك، وإذا أردت أن تحوز ثواب الجماعة صلي مع أي حد من أهل البيت. ما فيش حد من أهل البيت، صلي في بيتك وإن شاء الله يكون لك ثواب الجماعة على الوجه التام، ببركة عزمك ونيتك، أنه لو لم يكن هذا الحاجز والحائل والظرف العارض موجود كنت هتصلي في الجامع. يعني